مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة. حضراتكم وانا جاي في الطريق دلوقتي بسمع راديو مصر في العربية وكان في اعلان خاص بان شاء الله المؤتمر الوطني للشباب اللي هينعقد باذن الله تعالى في العاصمة الادارية الجديدة يوم 30/31 هذا الشهر 30/7 يوليو. وحضرتك طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكون حاضر هذه المؤتمرات الهامة للإجابة على كل الأسئلة الخاصة بالشباب ونقاش دائم ما بينه وما بين الشباب لمعرفة كل ما هو يدور في مخيلة الشباب وتطلعات الشباب بشكل عام. وحضراتكم طبعا يعني صفحة الفيسبوك والصفحة الخاصة بالمؤتمر الشباب أو المؤتمر الوطني للشباب بيقولوا إن كنتوا تقدروا دلوقتي تبعتوا أي أسئلة خاصة بالفقرة الخاصة بإسأل الرئيس وبدون خطوط حمراء. يعني يا شباب مصر أي سؤال عايزين تسألوه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حضراتكم ممكن تسألوه بكل بساطة شديدة، وكالعادة السيد الرئيس بيرد على السؤال بكل شفافية بكل صراحة بكل وضوح وبدون ما بنحاول نخبي حاجة أو نقلل من قيمة حاجة أو نزود حاجة، صريح طول الوقت ودي حاجة تحسب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة، وخصوصا ان احنا بقالنا سنين طويلة للأسف الشديد الرؤساء ما كانوش بيهتموا بالشباب ومشاكل الشباب وما يدور في أذهان الشباب. وعشان كده بقى في عندنا ثورة 25 يناير اللي كلها كانت شباب، وفي نفس الوقت كمان 30/6 اللي عدلت المسار برضو كانت كلها شباب. فالشباب هو الحقيقة المستقبل في كل حاجة. واحد بقى من مؤتمرات الشباب هو المؤتمر اللي حضرتك بإذن الله يوم 30/31 ده هيبقى المؤتمر الوطني للشباب السابع. واحد بقى من مؤتمرات الشباب اللي فاتت كان في واحدة بنوتة لطيفة كده لذيذة وجميلة جدا أنسة كده، وراحت قايمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسألته سؤال موجه صريح جدا. قالت له سيادة الرئيس حضرتك احنا كجمعيات اهليه مش عارفين نشتغل بالقانون اللي موجود عندنا حاليا، مش عارفين نوصل للمهام اللي المطلوبه مننا كجمعيات اهليه ومدنيه ان احنا نساعد المجتمع في جمهوريه مصر العربيه للنهوض او مساعده للنهوض. فاجاب السيد الرئيس كالعاده ان بكل شفافيه طبعا قال لها عندك حق، بما معناه يعني انها عندها حق، وان هذا القانون اللي موجود ده حضراتكم كان محطوط بسبب وضع البلد اللي كان في وقتها يعني، واكيد في منظمات اللي كانت دايما بنقول عليها ان هي ارهابيه كانت بتدعم الارهاب كانت بتمول الارهاب كانت. ولكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نفس اللحظه وجه رساله للحكومه المصريه والمسؤولين ان هم يتناقشوا سريعا في ان هم يوصلوا للقانون الجديد الخاص بالجمعيات الاهليه والمدنيه في جمهوريه مصر العربيه. وبالفعل خرج لنا هذا القانون، وكثير من النقاد وكثير من المحللين السياسيين اذا كان في الجهه الموافقه او الجهه كلهم اشادوا بان القانون بيحمل جزء كبير جدا من الحريه في الجمعيات وانشاء الجمعيات، وان مثلا ما بقاش في حاجه اسمها تقريبا حقق 90% من مطالب الجمعيات. وفي نفس الوقت انا هستعرض على فكره النهارده احنا عندنا فقره خاصه بهذا الموضوع هنتكلم فيه، لكن انا عايز اتكلم بشكل عام دلوقتي في هذه المقدمه انه اساسا الجمعيات يا جماعه اي دوله في العالم بتقوم على ثلاث عواميد او ثلاث نقدر نقول ايه ثلاث اضلع. الثلاث اضلع دول هم الضلع الخاص بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الخاص بالجمعيات الاهليه والمدنيه. انا وانا جاي النهارده بعد الساده الاعداد لما بعت لي النهارده السكريبت دخلت وعملت سيرش كده فلقيت ان الولايات المتحده الامريكيه اللي هي اكبر دوله في العالم واقوى دوله في العالم و و و حضراتكم القطاع الاولاني هو القطاع الخاص، وبعد القطاع الخاص هو القطاع الخاص بالجمعيات الاهليه والمدنيه، وبعدين يجي في الاخر
القطاع الحكومي. يعني واحد اتنين تلاتة دول أهم، الأول اللي هو القطاع الخاص، والقطاع الخاص بالجامعات الأهلية والمدنية اللي بيساعدوا الناس والمتطوعين و و وبعدين في الآخر اللي بيحكم الشعب، أو مش بيحكم الشعب، بيقدم الخدمات للشعب في الآخر هي الحكومة. فهذا الضلع هام جدا 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 لأي دولة في العالم. الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بيقوم على إنك أنت طول الوقت العمل التطوعي. العمل التطوعي بقى في كل الجهات والسبل. عندنا 48 ألف جمعية أهلية في مصر. ال 48 ألف جمعية في مصر حضراتكم السادة المسؤولين بيتطلعوا إنك أنت يوصل أكتر وأكتر، لدرجة إن ممكن يبقى وصل لأكتر من 150 ألف جمعية في مصر. حضراتكم النهاردة بإذن الله تعالى هيكون عندنا فقرة عن هذا الموضوع، وأنا زي ما دايما بقول وببتدي بعض الأحيان حلقة صفحة جديدة، وبقول إن فعلا مصر بتفتح صفحة جديدة في القانون الخاص أو القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية، وربنا يوفق بإذن الله تعالى. عندنا فقرة في هذا الموضوع، حضراتكم الضيف الأستاذ حافظ أبو سعدة، عضو طيب الأستاذ محمد عبد النور هو اللي هيكون معانا النهاردة في الفقرة الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية ويحقق المكاسب المجتمع المدني. بلغوني حالا ان السيد الاستاذ حافظ ابو سعده يعني اعتذر. وحضراتكم عندنا الفقره الثانيه، وهو المشروع القومي لتصنيع البلازما. البلازما سريعا بدون ما اطول عشان هنخش على الاخبار حالا. البلازما دي هي ماده من ضمن المواد اللي موجوده في دم الانسان، والبلازما دي بت 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 بتشفي، بتساعد على شفاء كثير من الامراض. حضرتك مصر بتستورد 100% من البلازما. مصر ووزيرة الصحة والإسكان دكتورة هالة زايد والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرروا إن احنا نبقى تامن دولة في العالم اللي ممكن تكون بتصنع هذا الماء، هذه المادة الهامة جدا لشفاء كثير من المصريين، واعتبرناها إن هو هذا المشروع أمن قومي. لأنك أنت لو في أي خلافات ما بينك وبين السبع دول دول معناه انك انت مش هتعرف تستورد، لان هما مفيش غير سبع دول بس في العالم هي اللي بتصنع البلازما. فحضراتكم في هذا الموضوع برضو عندنا فقره خاصه بهذا الموضوع مع ضيفتي الدكتوره ريم جان فريد، استاذه الباثولوجيا الاكلينيكيه جامعه القاهره، وقراءه في المشروع القومي لتصنيع مشتقات الدم. اسمحوا لي نخش في الأخبار، واضح إن أنا طولت شوية في المقدمة. حاضر. السيد الرئيس يلتقي وزير الداخلية. أكد السفير بسام رادي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقى صباح اليوم الأربعاء بمحمود توفيق وزير الداخلية. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة. وكرم الرئيس السيسي أوائل طلاب كلية الشرطة وأوائل قسم الضباط المتخصصين وقسم الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة بمنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية تقديرا لتفوقهم وتميزهم خلال فترة دراستهم بالكلية. الخبر الثاني، بدون خطوط حمراء، وده اللي أنا قلته في المقدمة، شارك بسؤالك في مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية. حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب على التفاعل المباشر مع الشباب للرد على كافة أسئلتهم المرتبطة بالقضايا الراهنة وتطلعات نحو المستقبل من خلال جلسة اسأل الرئيس. ويجيب الرئيس عن كل التساؤلات التي تشغل الشباب المصري بدون خطوط حمراء خلال مؤتمر الشباب، والمقرر عقده نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن للشباب التفاعل وتوجيه أسئلة مباشرة للرئيس. معانا على التليفون استاذ احمد امبابي محرر شؤون الرئاسه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ اشرف، تحياتي ليك والساده المشاهدين. استاذ احمد، حضرتك باذن الله تعالى المؤتمر الوطني للشباب رقم 7 هيكون في العاصمه الاداريه الجديده. انطباعك ايه واحنا
مع ان العاصمه الاداريه الجديده لسه ما بقاش فيها هذا الكم من الاماكن اللي ممكن الناس لسه ما عاشتش فيها و ولكن بالفعل بقى اتجاه خاص للدوله انك انت هذا المؤتمر الهام جدا اللي بينعقد في كثير من محافظات مصر الاتجاه للعاصمه الاداريه الجديده هذه المره. نعم يا استاذ اشرف، اذا اردنا نتوقف امام المؤتمر او النسخه السابعه من المؤتمرات الوطنيه للشباب التي ستعقد الاسبوع المقبل ان شاء الله في نهايه الشهر الجاري برعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمه الاداريه، يجب ان نتوقف امام اكثر من جانب حتى نقدم الصوره بكاملها للساده المشاهدين. اولى هذه الجوانب هي رمزيه الزمان هو توقيت المؤتمر، كان في نهايه شهر يوليو وهو توقيت يحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على انعقاد مؤتمر دوري للشباب في هذا التوقيت من كل عام، ويؤكد على حرص القياده السياسيه على لقاء الشباب ومن خلال اليه مؤتمرات الشباب، وهي اليه اثبتت نجاحها في تواصل الدوله وكبار المسؤولين في الدوله وعلى راسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشرائح المختلفه من الشباب. الجانب الثاني وهو رمزيه المكان وهو العاصمه الاداريه كما ذكرت هي دلاله كبيره جدا لانها ستكون التدشين الفعلي للعاصمه الاداريه في استقبال اولى واكبر المؤتمرات وهي المؤتمرات الوطنيه للشباب والتي سيشارك فيها مختلف شرائح الشباب من فئات المجتمع. دعني كما اشرت يا استاذ اشرف من شويه ان المؤتمر الدوري او نسخ المؤتمرات الوطنيه للشباب عقدت في اكثر من محافظه، يمكن بانعقاد النسخه السابعه في العاصمه الاداريه ستكون هي المدينه السابعه او المحافظه الخامسه التي تستضيف مؤتمرات الشباب، كما تابعنا قبل ذلك المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ ثم في اسوان وفي القاهره وفي الاسكندريه وفي الاسماعيليه، كل هذه المدن وكل هذه الاقاليم استضافت نسخ من مؤتمرات الوطنيه الشباب واثبتت فعالياتها وثراء النقاش خاصه وانها ناقشت كثير من القضايا المطروحه في هذه الاقاليم. الجانب الثالث الذي نعد ان نتوقف امامه هو ما سيدور في هذا المؤتمر. اعتقد وفقا للترتيبات التي يجرى التحضير لها للمؤتمر سيكون النقاش في هذه النسخه السابعه من المؤتمر اكثر نضجا في التفاعل وفي نقاش القضايا المطروحه امامه، حيث ستدار الجلسات بنموذج محاكاه الدوله المصريه، وهذا النموذج اثبت فعاليته خاصه عندما تم تكراره وعقده اكثر من مره من قبل مجموعه شباب البرنامج الرئاسي الذين خاضوا دورات التدريب في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وسيكون من خلال هذا النموذج طرح أكثر من قضية للنقاش في المؤتمر السابع إن شاء الله، بداية من قضايا الإصلاح الاقتصادي، قضايا الإصلاح الإداري، أيضا قضايا التحول الرقمي والميكنة في الدولة المصرية، قضايا كثير أيضا كل التحديات التي يواجهها المجتمع المصري أو الدولة المصرية في الفترة الحالية، وأيضا بجانب القضية الخارجية. الجانب الأهم أيضا وسيكون من أحد الجوانب البارزة في المؤتمر السابع هو تخريج أول دفعة من الشباب الأفريقي الذين خاضوا التدريب في الأكاديمية الوطنية للشباب، حيث سيتم تخريجهم بعد أن خاضوا تدريب على مدة 8 شهور في الأكاديمية الوطنية للشباب، ويمثلون هؤلاء الشباب 29 دولة إفريقية. هذا رقم أو هذه فعالية يجب أن نتوقف منها كثيرا لأنها يعني تؤكد أن تأثير مؤتمرات الشباب وتعكس أن تأثير مؤتمرات الوطنية للشباب تخطى حدود الدولة المصرية وأصبح لها تأثير خارج الحدود مع الدول الشقيقة سواء الدول الأفريقية أو الدول العربية وأيضا النسخ العالمية كما نشاهد في منتدى الشباب العالمي. أستاذ أحمد شكرا لحضرتك يا فندم وتحياتي، وإن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله تعالى. شكرا لحضرتك أستاذ أحمد إمبابي محرر شؤون الرئاسة بروزل يوسف. مما لا شك فيه أنه مصر بتتجه إلى أفريقيا ومصر بتتجه للشباب في هذه المؤتمرات، فالخبر حلو جميل الأستاذ أحمد إمبابي قاله أنه كنت هيبقى في تخرج لمجموعة من الشباب الأفارقة، فده حاجة جميلة جدا. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء الجديد بالعالمين. مؤتمر الشباب
في العاصمه الاداريه الجديده، مدن جديده، وفي نفس الوقت الحكومه تعقد اول اجتماع بمقر مجلس الوزراء الجديد بالعالمين، مدينه العمل العالمين. عقدت الحكومه اجتماعها الاسبوعي اليوم الاربعاء بالمقر الجديد للحكومه بمدينه العالمين الجديد بعد الانتهاء من التشطيبات النهائيه لها. ويتكون المبنى الجديد من دور ارضي واربعه ادوار علويه وقاعه الاجتماعات الرئيسيه واجنحه الوزراء والمركز الاعلامي، كما تم التعاقد مع شركه للنظافه والصيانه. رئيس الوزراء اكد ان عقد الحكومه لاجتماعها بمبنى مجلس الوزراء بمدينه العالمين الجديده سيعطي رساله مهمه وسيلقي الضوء على هذه المدينه، مشيرا الى ان هناك اراده وعزما لتكون المدينه مستدامه العمل طول العام وليست مصيفا يستغل الشهرين فقط. ولذا يجرى حاليا انشاء منطقه سكنيه بالمدينه واخرى صناعيه وبخلاف الجامعات والمباني الخدميه الاخرى التي يتم تنفيذها. ورحب الدكتور مدبولي بالوزراء في المقر الجديد رئاسه مجلس الوزراء، وقال ان الحكومه تعمل حاليا على تصحيح خطا حدث سابقا في تخطيط هذه المنطقه، وتعمل حاليا على ان تكون الواجهه الشاطئيه للمدينة يتمتع بها جميع المصريين. يعني ايه بمدينة الشاطئية بيجمع بها جميع المصريين؟ انك انت كان زمان ممكن المناطق الحلوة والجميلة دي بتكون للاغنياء فقط، لكن هنا حضرتك السيد رئيس الوزراء بيأكد انه هو هذه الشواطئ الجميلة وخصوصا العالمين دي بيبقى البحر جميل جدا عامل زي حمام السباحة يعني، فهو للجميع وجميع المصريين. معنا مداخلة الاستاذ كمال ريان محرر شؤون مجلس الوزراء. استاذ كمال مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير. استاذ كمال احنا لسه قايلين من شويه انه المؤتمر الخاص بالشباب هينعقد في اخر الشهر في العاصمه الاداريه الجديده، وفي نفس الوقت سيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النهارده انعقد الاجتماع الخاص بالحكومه في مدينه العالمين. المؤشر الخاص بان المدن الجديده اللي في مصر اوريدي خلاص داخلين في تفاعل وفي نشاطات بتحصل فيها بالفعل، تعليق حضرتك. نعم، هو بالفعل الحقيقه فعلا المدن الجديده بتبدا تنظم الاحداث الكبرى، والحقيقه اللي هي يعني احنا سواء طبعا المؤتمر الشباب اللي هينعقد نهايه هذا الشهر في العاصمة الإدارية الجديدة، أو النهاردة طبعا كنا بنشهد أول اجتماع لمجلس الوزراء في المقر الثاني للحكومة الحقيقة في العالمين الجديدة، وده ثاني مقر للحكومة. الحقيقة النهاردة كان مش بس اجتماع مجلس وزراء، إنما مدينة العالمين الجديدة شهدت الكثير من الفعاليات واللقاءات لرئيس الوزراء حتى مع مسؤولين دوليين من مختلف دول العالم. زي ما حضرتك أشرت من شوية، العالمين الجديدة يعني زمان كنا أو قبل كده كنا بننظر للعالمين وغيرها من المناطق الشاطئية إنها مناطق للناس اللي هي فقط بتروح تصطاف أو يعني موسمية للسياحة أو للتصيف وخلاص. إحنا النهاردة بنتكلم في مدينة مخطط لها إنها تستوعب 4 مليون نسمة، يعني مدينة مليونية كبيرة تقترب من المدن الكبيره اللي عندنا الاسكندريه والجيزه وغيرها من المدن. معنى ان هي تستوعب 4 مليون نسمه، فطبعا التخطيط بتاعها ان هي مش بس هتكون مدينه موسميه، مش بس هتكون مدينه سياحيه، انما هتكون مدينه عمرانيه متكامله فيها السياحه، فيها الصناعه، فيها الاستثمار، فيها المجتمعات العمرانيه، فيها الجامعات، فيها الجهات الخدميه، فيها الجهات الثقافيه. فالحقيقه وزي طبعا قبل كده كانت العاصمه الاداريه الجديده ايضا اللي ضمت كل هذا، احنا بنتكلم عن خريطه جديده لمصر، بنتكلم عن توسع راسي وتوسع افقي، بنتكلم عن افاق جديده للتنميه وافاق جديده، مجتمعات عمرانيه جديده فيها انشطه اقتصاديه وفيها فرص عمل. فالحقيقه فعلا مصر يعاد رسم خريطتها من جديد بهذه المدن. استاذ كمال حضرتك معلومه طبعا حضرتك اكيد عارف اكثر مني مليون مره، يعني ان احنا بقالنا 7000 مش عايشين على اكثر من 6% من مساحه جمهوريه مصر العربيه. فالمجهود اللي بيحصل دلوقتي ان احنا نبني كذا الكم من المدن في جميع انحاء المحافظات، ده معناه ان احنا عايزين نخرج من ال 6% اللي احنا عايشين على مساحتها في مصر. هل ده صحيح؟
ده صحيح زي ما حضرتك اشرت، احنا على مدى يعني سنوات طويله كنا بنقول عايزين نخرج من الوادي الضيق، عايزين نخرج من المساحه الضيقه اللي احنا محشورين فيها، انما ظلت شعارات وظلت احلام وظلت مطالبات. ده صحيح. لعقود طويله جدا. ما اتخذش قرار، ما كانش فيه اراده، ما كانش فيه تخطيط ان احنا ننفذ ده على ارض الواقع. النهارده احنا بنشوف ده على ارض الواقع. رئيس الوزراء النهارده كان بيتكلم عن مدن اخرى بيتم انشائها، ومدن مليونيه وساحليه ايضا، زي المنصوره الجديده، زي الاسماعيليه الجديده، عندنا هضبه مدينه الجلاله. الحقيقه احنا بنشهد فعلا تحقيق ما كنا نعتبره حلم. نعم. وكنا نعتبره مطالبات، وما كنا نعتبره ان حاجه بعيدة المنال، بيتحقق وبيصبح واقع. ويعني الحقيقه فعلا مصر بيعاد رسم خريطتها، بيعاد توزيع افاق التنميه على كل ربوع مصر. استاذ كمال ريان، بعد اذنك سؤال سريع كده صغير. الدكتور مدبولي قال ان هو من في اطلاق للمنظومه التحول الرقمي اعتبارا من بدايه شهر اغسطس الشهر القادم. نعم. تعليق حضرتك بعد اذنك سريع. النهارده فعلا رئيس الوزراء اتكلم، مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع. مع بدايه اغسطس هيتم اطلاق منظومه الخدمات الرقميه في اطار التحول الرقمي. كل الخدمات هتقدم الكترونيا للمواطنين من خلال الموبايل او من خلال زي ايه خدمات بعد اذنك؟ الحقيقه في حزمات من خدمات، احنا عندنا بورسعيد هتكون في المرحله الاولى اول مدينه هتكون رقميه بالكامل، هتقدم فيها 18 خدمه حكوميه، ده كبدايه. هتوصل ل 100 خدمه في نهايه هذا العام. طبعا. من ضمنها مثلا خدمات التوثيق العقاري، خدمات المرور وغيرها. نعم. خدمات القيد العائلي والحاجات اللي الناس كانت بتروح تطلعها من الجهات المختصه. نعم. كل ده هيتم الكترونيا. احنا عندنا بنهايه هذا العام هيكون عندنا 100 خدمه الكترونيه بتقدم للمواطنين. عظيم. كتجربه لتمتد لباقي المحافظات. استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص بشؤون مجلس الوزراء، شكرا لحضرتك يا فندم، وتشرفنا باذن الله تعالى هنا في الاستوديو في مدينه الانتاج. شكرا لحضرتك. متحدث البرلمان: إعادة بث الجلسات العامة ليس له علاقة بانتخابات 2020. قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب أن البرلمان من المتوقع أن يبث الجلسات العامة للمجلس خلال دورة الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، متابعا قرار إعادة البث ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالانتخابات النيابية التي ستجرى عام 2020، إنما القرار يأتي لغياب الظروف التي كانت مانعة في السابق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء المتحدث الرسمي للبرلمان النائب صلاح حسب الله لاستعراض إنجازات مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الرابعة من الفصل التشريعي الأول، وأضاف حسب الله أن هناك نضجا كبيرا شهده أداء النواب خلال أدوار الانعقاد السابق، ضاربا مثلا بعدد طالبي الكلمة في قانون التوقيت الصيفي أثناء بث الجلسات العامة والتي تجاوز 300 نائب، في حين بلغ عدد طالبي الكلمة في قانون كالمحاماة وهو تشريع هام جدا إلى نحو 50 نائبا، مما يؤكد أن هناك نضج نيابي. وفي سياق متصل علق النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان أن ظاهرة تغيب النواب في الجلسات العامة قائلا: هناك نواب لم يرهم طوال دور الانعقاد الرابع، ولكن هذا لا يقلل من قيمة العمل والجهد الذي قدمه نحو 75% من أعضاء المجلس من خلال مناقشتهم ومداخلتهم في الجلسات البرلمانية، حيث بلغ عدد المشاركين من النواب نحو 451 نائبا من أصل 596 نائبا، حيث بلغ عدد المشاركين من النواب نحو 451 نائبا من أصل 596 نائبا، يعني تقريبا كده في 100 نائب من البرلمان يعني ما بيجوش. فيعني أتمنى أنه إن شاء الله انتخابات مجلس النواب القادم، يعني نتمنى إن شاء الله أن احنا نحسن كمصريين النائب اللي بينوب عنا في مجلس النواب. احنا الدايرة ابتدت تبقى ماشية صح، وابتدينا يبقى في طيب. معانا الأستاذ أستاذة فريدة محمد، مندوبة صفحة جديدة في البرلمان. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم، مشرفانا على شاشة نايل لايف يا فندم. تسلم يا فندم.
حضرتك المتحدث الرسمي للبرلمان الاستاذ الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب بيقول انه ان شاء الله باذن الله تعالى هتبث الجلسات على الهواء مباشره، وقال انه المشاكل اللي كانت بسببها ما كناش بنبث هذه الجلسات اختفت، وان نشاط البرلمان بقى فيه نضج اكثر واكثر. تعليق حضرتك بشكل عام بعد اذنك. طبعا دكتور صلاح حسب الله اعلن خلال المؤتمر الصحفي اللي انعقد اليوم بمجلس النواب بهدف الاعلان عن انجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، شهد اعلانه انه البرلمان سيعقد او سيعلن او سيبث الجلسات الخاصه بمجلس النواب في دور الانعقاد الاخير وهو دور الانعقاد الخامس. طبعا نحب نذكر الساده المشاهدين انه الاسباب اللي ذكرها دكتور صلاح حسب الله الخاصه ب يعني او التي جعلت البرلمان او التي استدعت وقف بث الجلسات كانت انه النواب يعني في البدايه كانوا بيطلبوا الكلام بعدد كبير جدا، وطبعا هذا العدد احيانا كان بيبقى بيعطل انجاز القوانين، وبعض النواب كان بيكرر نفس الكلام اللي بيقوله بعض الزملاء. وطبعا يعني حضرتك عارف انه حدث بعد ذلك انه الهيئات البرلمانيه لما استقرت بقت تنسق فيما بينها فيما يتعلق باراء الهيئات البرلمانيه للاحزاب والقوى السياسيه، فبالتالي كان بيبقى في متحدث او اكثر من متحدث من كل هيئه برلمانيه، لكن من الصعب خلال الجلسه الواحده ان يتكلم اكثر من 500 نائب في نفس ذات الموضوع، لان ده معناه انه البرلمان مش هينجز حاجه. صحيح. فطبعا هو قال ان الاسباب التي دعت البرلمان الى وقف بس الجلسات يعني اختفت، وبالتالي في البرلمان في دور الانعقاد الخامس سيعقد هذه الجلسات ويبثها على الهواء طبعا، وهيظهر الاداء تحت قبه البرلمان. يمكن هذا التصريح كان تاكيد للقرار اللي اعلنه رئيس البرلمان في نهايه دور الانعقاد في هذا السياق، واستجابه ايضا لمطالب النواب. عدد كبير من النواب كانوا طالبوا هيئه المكتب بضروره مراجعه قرار وقف بث الجلسات، وبالتالي عرض الامر على الهيئات البرلمانيه وايضا هيئه مكتب المجلس والامانه العامه، وبالتالي هناك قرار ببث الجلسات خلال دور الانعقاد الاخير. خليني اقول لحضرتك ان دور الانعقاد الاخير اللي هو دور الانعقاد الخامس هو دور انعقاد مهم للغايه، لانه هيشهد اصدار عدد من التشريعات الهامه جدا، منها قانون مجلس الشيوخ الذي سيصدر بموجب التعديلات الدستوريه التي صحيح. حدثت مؤخرا، وبالتالي صحيح. ايضا في قانون الانتخابات، طبعا قانون مجلس الشورى الاقتراح المقدم من الاغلبيه بيتكلم على انه يكون في 80 مقعد للفردي و80 مقعد بيعينهم السيد رئيس الجمهوريه و80 مقعد اخر للقوائم. طبعا هذا تشريع مهم، وطبعا بالاضافه الى تشريع مهم خاص بانتخابات مجلس النواب، وطبعا هيحدث حوار مجتمعي حول قانون مجلس النواب فيما يتعلق بطريقه الانتخاب، النسب الخاصه بالفردي والقائمه. وطبعا حضرتك عارف انه البرلمان سيجري حوار مجتمعي بين الاحزاب والقوى السياسيه حول النظام الانتخابي لانتخاب مجلس النواب الجديد، واللي المفروض يعني حضرتك عارف ان ده اخر دور انعقاد، فبالتالي هذا البرلمان يجب ان يصدر قانون مجلس النواب ويعرضه ويطرحه للحوار المجتمعي بين الاحزاب والقوى السياسيه. وطبعا في جدل حوالين فكره نسبه الفردي ونسبه القائمه، ده بخلاف القوانين الاخرى المهمه ايضا، قانون مباشره الحقوق السياسيه وقانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابيه. وحضرتك عارف انه في تقسيم هيكون في تقسيم جديد، لان احنا يعني في الاخر تقسيم ما كانش في مجلس شيوخ، فبالتالي هيبقى تقسيم الدوائر الانتخابيه ايضا يعني هيكون مختلف، لانه احنا بنتكلم على انه بقى عندنا غرفتين تشريعيتين. استاذه فريده محمد مراسل الصفحه الجديده بالبرلمان، شكرا لحضرتك يا فندم، نورتينا على الشاشه ونورتي معلوماتنا. الخبر اللي بعد كده، احباط محاوله تصنيع وتدوير نصف طن حشيش ب 4500 تربه في الاسكندريه. في ضربه امنيه قويه ضد مروجي المواد المخدره، نجحت اجهزه الامن في احباط محاوله تصنيع وتدوير نصف طن من مخدر الحشيش بالاسكندريه. جاء ذلك في اطار جهود اجهزه وزاره الداخليه لمكافحه الجريمه بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدره وتشديد الرقابه على منافذ تهريبها وضبط مروجيها.
وكذا إحباط محاولات التصنيع وإعادة التدوير لمخدر الحشيش والتي لجأ إليها العناصر الإجرامية نظرا لنجاح أجهزة المكافحة في حجب كميات كبيرة من محاولات الجلب والتهريب. وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية مقيمين بدائرة قسم شرطة الثاني الرمل بالأسكندرية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش مستخدمين في ذلك مكبس يدوي لمضاعفة كمياته. وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مسكنهما وتم ضبط إحداهما بالمكان المعد لذلك الغرض بدائرة قسم الشرطة الثاني الرمل. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 4500 تربة حشيش لمخدر الحشيش، وقد بلغ إجمالي ما تم ضبطه من مخدر الحشيش حوالي 500 كيلو جرام، كمية كبيرة جدا جدا. تحية طبعا كبيرة جدا ل رجال الشرطة اللي بيقوموا بأمن وحفظ أمن مصر ومكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات ومكافحة كل الجرائم اللي ممكن تسيء للمجتمع المصري. طيب أنا نكتفي كده، هنكتفي حضراتكم بهذه الأخبار، لأن احنا عايزين نخش بقى على الفقرة الأولى وهي الفقرة الخاصة بالقوانين الجديدة للجمعيات الأهلية والمدنية. وطبعا الكاتب الصحفي هو محمد عبد النور، هو اللي هيكون في الفقرة القادمة، هينورنا ويشرفنا ونقعد نتكلم معاه عن هذه القوانين الهامة جدا لمستقبل مصر. فاصل وراجعين حالا.